طول ما في دعم طول ما انا هفضل موجود، طول ما في دعم طول ما الناس تعمل لايك، طول ما الناس تعمل شير للفيديوهات، طول ما الناس بتتفرج على فيديوهاتي فانا مش هختفي، انا مش هبطل. انا شفت الحماس اللي انا فيه، شفت امبارح انا كنت عامل ازاي، شفت ان انا كنت متضايق عشان حصل مشكله وعيدت الفيديو كذا مره، بس النهارده الواحد في حماس كده. بس مع ان حصل حاجه الصبح كده نرفزتني ان انا فرمطت الهارد كله، بس مش مشكله. يلا نبدا حلقه النهارده. حلوه حلقه النهارده، هتفكرك بحاجه قديمه، حاجه انت تقريبا ممكن تكون ما بتشتغلش فيها دلوقتي، هي رفع الملفات من موقع فايل ابلود. ثانيه قبل ما تقفل الفيديو، قبل ما تقول اي حاجه، انا عندي قصه جميله جدا لفايل ابلود ممكن تعجبك وممكن تخليك تشتغل في الموقع ده بقيت عمر. اول حاجه يا جدعان هي ان الموقع ده فيه مميزات مش هتلاقيها في موقع تاني. مش بطبل، مش اي حاجه، لا ركز معايا كده. الموقع ده فيه حاجه اسمها تبديل العملات، غير السي بي ام الكويس جدا اللي في الموقع، في حاجه اسمها تبديل العملات. تبديل العملات دي انا كنت شرحتها قبل كده، كنت انا اول واحد في الوطن العربي يتكلم عن الحاجه دي والناس كلها كانت بتدور عليها، لذلك جايبه عدد مشاهدات كويس فوق 30,000 تقريبا. الحاجه دي هي انك مثلا لو معاك $50 بيتكوين ممكن تحطهم في موقع فايل ابلود يحولهم لك لرصيد في الموقع بتاعهم اللي هو فايل ابلود، وتقدر انك تسحبه عن طريق اي عمله تانية، اي حاجه بقى اثيريوم، ممكن تبعت تسحبهم ويسترن، ممكن تسحبهم فودافون كاش زي ما انا عملت. ولو قدامك ده اثباتات بقى لحاجات كتيره جدا، قدامك مثلا الاخر اثبات او اخر اثباتين دول اللي هم اللي فوق خالص، دول لهم علاقه اللي هم $55 و$9، دول لهم علاقه بحاجه هنتكلم بيها دلوقتي. اما اللي تحت بقى دول كلهم تبديلات عملات، لان انا ما قلتلكش ان انا كنت بستثمر شويه بيتكوين، ف يعني انا الحقيقه ما استثمرتش ارقام كبيره، لكن يعني هي دي ارباحي من البيتكوين في الفتره اللي انا استثمرت فيها، $80 حاجات كده، اللي هو ارقام اللي تحت بعض دي كلها كانت من البيتكوين. تمام، فيعني لو جيت اقول لك ان موقع فايل ابلود وقتها انقذني بدون الوسيط وبدون اي حاجه، فموقع فايل ابلود انقذني من البيتكوين، وان انا اقدر اسحب فلوسي بسرعه جدا من البيتكوين بحيث ان انا الحق البيتكوين وهو سخن. فده حاجه جميله جدا، مع انه بياخد 15% من الفلوس، ولكن كان ال 15% ده قليل جدا بالنسبه للارقام اللي كانت عندي، فده كان كويس جدا بالنسبه لي. وبصراحه اي وسيط دلوقتي ما بياخدش اقل من 10%، فمش هتفرق قوي. يعني زي ان انت بتتعامل مع فايل ابلود مع انسان الي، ما بتتعاملش معاه شخص ممكن ينصب عليك، انت بتتعامل معاه اله. الاله دي بتبعت لها بالبيتكوين، بتحط لك الفلوس في لحظتها في الثانيه بتاعتها. انا بس لو كان معايا فلوس في اي عمله كنت بعتها والله، بس للاسف انا دلوقتي ما بستثمرش في اي عمله. انت بتعمل ديبوزيت على طول بالفلوس، مثلا $50 بيتكوين، بتعمل الديبوزيت بيتحول على طول دايركت للحساب بتاعك. بس ثانيه، مش ده اللي انا عايز اقوله، مش ده اللي معمول عنه حلقه النهارده. احنا عارفين كل ده يا مصطفى، عارفين فايل ابلود. في حاجه بقى اللي هتخليك تشتغل في فايل ابلود، وش البريميوم سيلز. ثانيه، يعني ايه بريميوم سيلز؟ يعني يا اسطى التحميله الواحده، التحميله الواحده ب $55. ثانيه، انت ما تكشرش، ما لا ايه ده، فكر كده معايا، ركز. تحميله ب $55، اثبات قدامك اهو، تمام، ان في تحميله انا عملتها جات عليها فلوس $55، وعندك اثبات الدفع اللي اتبعت لي النهارده ب $55 عن طريق موقع فايل ابلود، عن طريق التحميله البريميوم سيلز. تفهم يعني ايه بريميوم سيلز؟ دي محدش فاهم حاجه. هي حاجه عباره عن ان واحد اشترى عضويه مدفوعه من موقع فايل ابلود، فلما تشتري العضويه دي معرفش هي بكام بالظبط بس كانت غاليه، يعني الشخص ده لما يحمل من عندك بيديك فلوس اكتر بكتير ب 100 ضعف او 5000 ضعف. الحقيقه بيديك 5000 ضعف الضغط العاديه او التحميل العاديه، لو التحميل العاديه بتديك سنت ده بيديك $55. فانت ايه، في جنان في الموضوع، انت واخد بالك؟ زائد ان دي مش اول مره، انا جات لي اتنين بريميوم سيلز، واحده ب $9 وواحده ب $55، ولك انت تخيل. تمام، يعني انت حضرتك لو انت مثلا واحد عندك موقع الكتروني بتعمل رفع ملفات، لو رفعت على موقع فايل ابلود انت ممكن يجي لك بريميوم سيلز واحده بس تكفيك عن 1000 بيم، عن 1000 سيل عاديه من اي موقع، او 10,000 او 100,000 حتى، انت فاهمني؟ $55 على ال 1000 او على السيل واحده بس، على البريميوم سيل واحده بس، ده حاجه مجنونه حقيقي. لا حاجه مجنونه والله، انا استغربت اللي هو، انت فاهم، اللي هو بفتح الموقع كده لقيت قدامي $55، بقول ايه ده، بريميوم سيل تاني، ده انا قلت واحده ب $9 ده انا كنت هتشل، انا قلت حاجه غريبه. فلما دخلت لقيت ب $55 بريميوم سيل واحده بس، انا استغربت، قمت داخل على موقع ببص ايه ده في فعلا في تحميله، شخص من السعوديه واحد شاري بريميوم او عنده عضويه بريميوم حمل تحميله واحده ب $55. مفيش احلى من كده، يعني بص مفيش احلى من كده. يعني انت لو ما اشتغلتش في الموقع ده وما بداتش ترفع ملفاتك عليه تبقى
بتضيع من قدامك فرصة العمر اللي انت ممكن تكسب فيها فلوس بالكم عن طريق كذا شخص او عن طريق حاجة. تخيل لو جالك 2 3 4 بريميوم سيل، ده حاجة مش طبيعية، تمام؟ هتجيب لك 200 300 دولار في الشهر وانت قاعد في البيت، وانت قاعد ما بتعملش حاجة، اللي هو من 6 بس ولا من 5، انت فاهم؟ ده غير ده من السعودية، ممكن بقى حاجة من امريكا، حاجة من الحاجات دي، يبقى اكتر بكتير من الحاجات دي، من 55 دولار بتوع السعودية. فلك انت تخيل الامر عامل ازاي. ده غير ان موقع فايل ابلود من احسن المواقع ومن اكبر المواقع لرفع الملفات ومن اصدق المواقع، كل الكلام الجميل ده. فكمان بيعمل لك البريميوم سيل دي عشان يهول عليك مشقة التعب في فايل ابلود، انك ترفع وتجيب 1000 تحميلة. انت ممكن تجيب تحميلة واحدة بس بريميوم سيل بال1000 او بال10000 تحميل اللي انت عايز تحمله. مش عايز اتكلم اكتر من كده بصراحة، عايز انهي الموضوع على حوار البريميوم سيل ده، لانه حاجة صدمتني. وان شاء الله باذن الله باذن الله اي حد هيشتغل، على فكره انا مش عارف الموضوع ده جديد ولا لا، بس انا حصلت لي مرتين في الشهر ده، ما اعرفش ممكن تحصل تاني ولا ايه، بس ممكن تحصل تاني اظن، يعني لان الشخص اللي بيحمل ده شكله عندي كده وشكله هيحمل تاني باذن الله، اتمنى يحمل تاني والله. بس كده يعني اتمنى، انا عايز ان الحلقه بصراحه ان شاء الله كلكم تستفيدوا من الحته دي ومن حوار البريميوم سيل دي. بصراحه انا عامل الحلقه دي عشان حوار البريميوم سيلز ده لازم اقول لك عليه، ولازم انبهك انك تشتغل في فايل ابلود، ما تقاومش، انت لازم تشتغل في فايل ابلود عشان حوار البريميوم سيلز ده، لازم لو انت ضروري تشتغل وتنشر في كل حته. انت لو جالك بريميوم سيل واحده بس ب 55 دولار، انت متخيل؟ وفي كمان يعني بتوصل مثلا، انا كانت اول حاجه 9 دولار، بعد كده الثانيه ب 55 دولار بالسعوديه، فانت ممكن تشوف بقى الدول والثانيه، واكيد في حاجات اعلى واكيد في حاجات اقل، فانت وحظك وانت والناس اللي عندك يعني. ففعلا يعني انت لو واحد وعايز تكسب فلوس من النت، فدي اسهل طريقه في الدنيا، انت بس ترفع ملفات وتبدا انك تسوق الملفات دي. حاول تسوقها بقى في مناطق الناس الاغنياء، يعني في السعوديه، في امريكا، في الحتت دي، بحيث ان كمان يجي لك نقرات او تحميلات سعرها عالي. وكمان لو جالك بريميوم سيل تبقى ضربه العمر، يعني ممكن تكون البريميوم سيل الواحده بس في امريكا ب 100 دولار، ممكن تعدي ال 100 دولار كمان. فلك انت تخيل الموضوع ماشي ازاي. انا مش عايز اتكلم اكتر من كده بصراحه، ويعني لازم الحلقه تنتهي على حته البريميوم سيل دي، عشان انت لازم تكون حطها في دماغك، حطها في دماغك كده. موقع فايل ابلود بيقدم حاجه اسمها بريميوم سيل، ده التحميله الواحده ب 55 دولار من السعوديه بس، وعندك اثباتات دفع في كل حته قدامك، تمام؟ وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، وطول ما انت بتدعمني، طول ما انا هكمل، طول ما انا اقولك على اسرار محدش يعرفها اصلا، محدش يعني لحد كده اتكلم عن البريميوم سيل، محدش الكلام، محدش صح؟ محدش الكلام صح؟ باين مش عارف، بس المهم يعني ان انا بقول حاجات ممكن يكون محدش قالها، ممكن يكون حد انا مش عارف، ما بحسش يعني. المهم ركز وحاول انك تستفيد من الموضوع ده باقصى طريقه. يعني لو بتستخدم اي موقع لرفع ملفات، لا استخدم فايل ابلود، استخدم فايل ابلود دلوقتي حالا. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، وان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي. قبل بس ما تنسى اي حاجه، اعمل لايك للفيديو، ده اهم حاجه في الدنيا. وما تنساش على فكره ان فايل ابلود بيقدم تبديل عملات، ودي حاجه مهمه جدا، وبيقدم كذا حاجه حلوه. ففايل ابلود بصراحه موقع متكامل بمعنى الكلمه. بس كده مره ثانيه، اعمل لايك للفيديو، اهم حاجه اللايك ده، وصل الفيديو ده ل 400 لايك، لازم الفيديو ده يوصل 400 لايك عشان نقدر ان احنا نوصل لناس اكتر، فيعرفوا ان انا كده وصلت تقريبا كام، 30000 مشترك. شكرا ليكم جدا، وان شاء الله نوصل لحاجه اعلى من كده، وان شاء الله نوصل ل 40000 50000 معزن، نوصل 100000 مش هينفع كده. حاجه ثانيه بس كنت اقول ايه، تمام، انا كده كسبت من فايل ابلود عن طريق البريميوم سيل 55 زائد 9 دولار، فلك انت تتخيل تقريبا 64 دولار، فده ممتاز جدا، 64 دولار من تحميلتين بس، عشان بس انا بقول لك كده عشان ده هيبقى العنوان بتاع الفيديو. وبس كده، شكرا جدا لك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، تمام، لايك، سلام.